بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله أجمعين الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم إخوتي أخواتي جميعا ورحمة الله وبركاته. وعظم الله أجورنا وأجوركم بشهادة الحسين عليه السلام، وجعلنا الله وإياكم من الطالبين بثأره مع ولينا الإمام المهدي من آل محمد عليهم السلام. ربي يسر لي أمري واشرح لي صدري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما السبب الثاني الذي لأجله منحت النيابة الخاصة إلى امرأة إلى عقيلة بني هاشم، هسه ربما الإمام سلام الله عليه راد يبين فد حكم معين بأنه يجوز للمرأة أن تطلب العلم ويجوز لها أن تعطي هذا العلم إلى الرجال والنساء، وجاز للرجال أن يأخذوا هذا العلم من المرأة، فلا إشكال في ذلك، ولا إشكال في ذلك بأن المرأة يجوز لها أن تحظى بالنيابة الخاصة إذا وصلت درجة من التقوى والطهارة، جاز لها أن تأخذ مثل هذا المنصب. ولكن هل جاز لها أن تكون لها النيابة العامة بأن تتصدى مثلا لمنصب المرجعية؟ الرأي المشهور هو عدم جواز ذلك، لكن بالحقيقة لما نأتي إلى الكتب الاستدلالية لفقهائنا يقولون عدم وجود دليل صريح يدل على عدم جواز توليها لمنصب النيابة العامة، فنذكر لكم ما كتبه وما ذكره السيد الحكيم في المستمسك. قال: وأما اعتبار الرجولة في شرائط المجتهد المقلد فهو أيضا كسابقه عند العقلاء، يعني ظاهر عند العقلاء، وليس عليه دليل ظاهر غير دعوى انصراف إطلاقات الأدلة إلى الرجل. مثلا يا رجل لما يتكلم يا أيها الذين آمنوا، ظاهرها سأقدر أقول وإن كان تشمل الجميع، لكن يقول انصراف إطلاقات الأدلة إلى الرجل واختصاص بعضها به، ولكن لو سلم فليس بحيث يصلح رادعا عن بناء العقلاء، وكأنه لذلك أفتى بعض المحققين بجواز تقليد الأنثى، فهذه المسألة بالحقيقة هي من مسائل الخلافية. هذا هو الاحتمال الثاني. الاحتمال الثالث، أستطيع أن نقول ربما الإمام سلام الله عليه تعمد بأن يعطي هذه النيابة إلى أتقى النساء. يعني هسه ربما يوجد، لأن قلنا بالاحتمال الأول بأنه ربما لا يوجد لها كفء، فربما يوجد مثلا من الرجال الأتقياء واصين إلى درجة عالية من التقوى من الطهارة، لكن تعمد الإمام ما أنطى مثل هذه النيابة حفاظا على حياته، كما أن الإمام أراد أن يحافظ على حياته وحياة الإمام الباقر سلام الله عليه، أيضا كان الظرف يستلزم المحافظة على ذول الثل البقية، لأن أكثريتهم صفوا واستشهدوا في واقعة الطف وفي واقعة الحرة، فذول الموجودين نحتاج في هذه الفترة ويحتاج الأمر إلى المحافظة عليهم. فلذلك أعطيت ومنحت هذه النيابة لامرأة، لأن النيابة لو كانت لامرأة فلن تلفت الأنظار إليها كالرجال. وبالذات ذكرنا بأن هذا الأمر لم يكن قد حصل سابقا، بأن امرأة قد نالت مثل هذا المنصب والمقام. يعني أول شيء اللي صار كما نفهم هو العقيلة بني هاشم. نستطيع أن نقول بأن السيدة زينب سلام الله عليها بفعلها هذا يعني كانت كالحصن الحصين للإمام السجاد سلام الله عليه والإمام الباقر سلام الله عليه، وأيضا إلما للمؤمنين المتقين الصالحين من الرجال حينما مارست. ونحن ذكرنا سابقا بأن من الأدوار المهمة لعقيلة بني هاشم هو المحافظة على البقية الصالحة. هسه مو بس تبين البقية الصالحة، حتى على بقية الرجال المؤمنين، وهذا الدور لا فقط ينحصر في النهضة الحسينية بل حتى بعد أن رجعت إلى المدينة ومارست مثل هذا الدور، أستطيع أن نقول أدى إلى المحافظة عليهم. ربما السيدة زينب سلام الله عليها بسبب تصديها لهذه النيابة الخاصة واستمرارها في بيان مظلومية الإمام الحسين، وأيضا استنهاض الناس من أجل الأخذ بثأر الإمام الحسين سلام الله عليه، هو الذي جعل الأعداء يصرون على نفي عقيلة بني هاشم وإخراجها من المدينة.
لأنه خافوا من أن يثور الناس عليهم، بينما لو مارس هذا الدور رجل ربما تعرض، مو ربما، احتمال أكيد يتعرض للقاتل وسوف يقتلوه، لكن المرأة لن تقتل وتمارس بنفس هذه البشاعة. لأن ذكرنا يعني العرب كان عندهم عادة بأنه عيب عليهم يضربون امرأة، مثل ما ذكرناكم هذا الحديث اللي ذكره الإمام علي سلام الله عليه حينما أخذ يبين الآداب التي لازم عليهم المحاربين أن يلتزموا بها حينما يتعاملون مع المشركة فضلا عن كونها مؤمنة، ويقول: وأن لنؤمر بالكف عنهن، يعني وأنهن لمشركات، وإن كان الرجل ليتناول المرأة في الجاهلية كانوا سابقا بالهراوة والحديد فيعير بها. شنو عقبه بعده؟ يعني عيروه، يقولوا له: أنت اللي جدك وأنت اللي أبوه خلف ترض، هو اللي يوم من الأيام كامش حديدة وضرب مثلا تلك المرأة. فمن باب العيب، لأجل ذلك لما تمارس عقيلة بني هاشم مثل هذا الدور، يعني أستطيع أن نقول لن تعرض حياتها إلى الخطر مثل ما لو مارس هذا الدور النيابي رجل. عندنا أمر ثاني هنا لابن زياد حينما قال العقيلة: كيف رأيت صنع الله بأخيك بأهل بيت، لما ردت عليه بكل جرأة قالت له: ما رأيت إلا جميلة، إلى أن قالت: كتب الله عليهم القاتل فبرزوا إلى مضاجعهم، إلى أن قالت: ثكلتك أمك يا ابن مرجان. غضب هذا الملعون وأراد أن يقتل عقيلة بني هاشم، فقالوا له: إنها امرأة لا تؤاخذ بشيء من منطقها، يعني عيب عليك أنت تحاول تحتدي على امرأة. فربما لأجل هذا المفهوم اللي كان موجود بأن المرأة لا يجوز أن تضرب، لا يجوز أن يعتدى عليها، لذلك منحت لها مثل هذه النيابة، وربما تجتمع كل هذه الأسباب والاحتمالات، لأجل ذلك منحت لها سلام الله عليها مثل هذا الدور. نسأل: بماذا استحقت عقيلة بني هاشم هذه النيابة الخاصة؟ لابد أكو عندها فد أمر بحيث استحقت مثل هذا المقام السامي. الله تعالى يبين ذلك، قال تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. إذن صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فالمرأة إذا حجزت ومنعت عنها المناصب الإلهية لحكمة ما، مثلا الإمامة، رغم صبرها ورغم تقواها فلا أقل بأنها تستحق بأن منصب النيابة عن الإمام. هسه إذا ما أخذت الإمامة لحكمة فلا يدل هذا على أنه لا يجوز لها أن تأخذ منصب النيابة، لا جاز لها ذلك، وبالذات هي بلغت درجات عالية من الصبر، ووقفنا في أكثر من حلقة على صبر عقيلة بني هاشم، صبرها على المصيبة، صبرها عن المعصية، صبرها على الطاعة، وبلغت القمة في ذلك، وقلنا بأنها نالت الدرجات العالية من اليقين، وقلنا بأن اليقين هو أعلى درجات الإيمان حينما ذكرنا هذا الحديث الذي يذكره طبعا يذكره لنا الشيخ الكليني رحمة الله تعالى عليه، يقول نقلا عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس قال: سألت بالحسن الرضا عليه السلام عن الإيمان والإسلام، فقال أبو جعفر: إنما هو الإسلام والإيمان فوقه بدرجة، والتقوى فوق الإيمان بدرجة، واليقين فوق التقوى، يعني أعلى الدرجات. زين شلون نعرف اليقين؟ يقول الإمام سلام الله عليه: قال التوكل على الله والتسليم لله والرضا بقضاء الله. وذكرنا أيضا في حلقات من باب التذكرة كيف أعلم بأن السيدة زينب قد وصلت إلى أعلى درجات التسليم، لأنه إذا كانت مسلمة أمرها لله سبحانه وتعالى وراضية بقضائه معنى ذلك وصلت إلى درجة اليقين. نحن ذكرنا مواقف مرت بها عقيلة بني هاشم تدل على تسليمها التام، مثلا لأن في وقت الامتحان يكرم المرء أو يهان، مثل هذه الأمور اللي ذكرناها، مثلا لما وضعت يديها تحت جثمان الإمام الحسين وقالت: ربنا تقبل منا هذا القربان، هذا يدل على تسليمها المطلق لله سبحانه وتعالى. وحينما سألها ابن زياد: كيف رأيت صنع الله بأخيك الحسين، فقالت: ما رأيت إلا جميلة. ومواقف عديدة ذكرنا البعض منها من باب المصادر صديق التي تدل على أنها وصلت إلى درجة عالية من اليقين، ولأجل ذلك استحقت مثل هذا المنصب سلام الله عليها.
نسأل: متى قال الإمام سلام الله عليه لعمته زينب: أنت بحمد الله عالمة غير معلمة وفهمة غير مفهمة، ولماذا قال لها مثل هذا القول؟ هنا لما نأتي لهذا النص نجده قد ورد في كتاب الاحتجاج للشيخ الطبرسي رحمة الله تعالى عليه، وطبعا موجود في كتب أخرى. يقول: بعدما ألقت عقيلة بني هاشم خطبتها على أهل الكوفة، فعندئذ جاء الإمام زين العابدين وقال لها: يا عم اسكتي، ففي البقية من الماضي اعتبار، وأنت بحمد الله عالمة غير معلمة وفهمة غير مفهمة، إن البكاء والحنين لا يردان من قد أباده الدهر. فسكتت، ثم نزل عليه السلام وضرب فسطاطه وأنزل نساؤه ودخل الفسطاط. سؤال: ليش الإمام سلام الله عليه إجا لعمته وقال لها اسكتي يا عمة؟ يعني طلب من عندها السكوت لماذا؟ هسه لأسباب متعددة، منها مثلا لأنه الأعداء لما سمعوا بالخطبة التي ألقتها وأثارت الناس، فصار ما بين باك ونائح ولاطم، فخافوا لأن ينقلب الناس عليهم. لأجل ذلك طبعا يدرون هم إذا طلبوا من العقيلة بني هاشم السكوت لن تسكت وربما ترد عليهم، لأجل ذلك أجوا زين العابدين وربما هددوه بالقتل وبأذية النسوة، فلأجل ذلك جاء منها وطلب منها هذا الطلب، وربما حتى الإمام يهون عليه هذا المصاب العظيم، وربما من باب بيان شأنها وإظهار عظمة عقيلة بني هاشم للناس، وغيرها كثير من الأسباب التي لأجلها فعل الإمام سلام الله عليه هذا الفعل. بقي لدينا موقف نريد بين إن شاء الله، ولكن في الحلقة القادمة نبين ما معنى قول الإمام أنت عالمة غير معلمة، ولكن إن شاء الله انتظرونا في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.